ينطلق والزميل سلطان السعيدي. شكرا للزميل عبد العزيز العطوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء نحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نتابع معكم في صباح هذا اليوم ونستأنف منافسات سباق المحل السابع ضمن تحديات ومنافسات شعارات أبناء القبائل، حيث أعلن وانطلق الشوط الرابع من أشواطنا الصباحية. هذا الشوط خاص بالقعدان مسافات 8 كيلومترات، تأتي هنا مع منافسات هذا الصباح. لنتابع معكم البداية مباشرة مع المركز الأول، هذا معوض من استفتح الإذاعة وتقدم على مقدمة هذا الشوط، صالح بن زويد اليحافي من يتابع انطلاقة معوض مع الصدارة مع المركز الأول والبداية الأولى. نقلتنا مباشرة إلى المركز الثاني لنتابع مع هذه اللحظات يأتي التقدم مشاهدين الكرام على مستوى المركز الثاني. مع ثاني المراكز مشاهدينا الاعزاء، هذا هو الصنع على المركز الثاني يتقدم بشعار عبد الهادي بن خليل الشهواني من يقدم لنا الصنع اللي خذ المركز الثاني في منافسات وتحديات هذا الشوط. اما على مستوى المركز الثالث فنتابع مع هذه اللحظات مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل في منافسات وتحديات هذا الشوط على المركز الثالث. وتابع مع هذه اللحظات المميزه والتحديات الرائعه، هذا قناص لراشد بن سالم بالدوحه من يقدم لنا تحدياته وشعاره على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع ياتي التقدم متابعينا الكرام، هناك من الجانب اليمين هذا هو صلف بشعار علي بن حمد بن مجارح من يقدم لنا شعاره محتلا لرابع المراكز. والمركز الخامس أشاهد الوصول في هذه اللحظات من مياس لفهد بن عبد الهادي بن ذرو البريدي من يقدم شعاره على المركز الخامس. هذه النتيجة، هذه الأسماء الخمسة المتقدمة في منافسات وتحديات الشوط مع أول ندى في مدار 8 كيلومتر وتحديات 8 كيلومترات. ما شاء الله على الأسماء القادمة على الشعارات أيضا المنطلقة في تحديات ومنافسات الشوط. ولكن العودة إلى البداية مع معوض على الصدارة، صالح بن زويد الجحافي من يقدم شعاره، من يقدم البداية الأولى على المركز الأول من خلال تقدم معوض. بينما في المركز الثاني أتابع مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، هنا شعار الجنرال يتواجد من خلال تواجد الصنع على المركز الثاني. عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني من يقدم لنا تحديات ثاني المراكز من خلال تقدم الصنع على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز أتابع هناك شعار بن مجارح من يتواجد من خلال هذا الأداء الجميل من صلف على المركز الثالث، يحمل هذا الشعار الكبير أيضا متواجد بتحديات هذا الشوط. مع هذه الانطلاقة علي بن حمد بن علي بن مجارح من يقدم تحدياته في المركز الثالث. وفي رابع المراكز المركز الرابع يعلن عن تواجد مياس مع هذه الانطلاقة لفهد بن عبد الهادي بن ذروة البريدي. ولكن شوف المركز الخامس، يا سلام على التدخل في هذه اللحظات من خلال وصول مشغل راشد بن ناصر بن شابل المري من يقدم ايضا نجومية هذا الشعار ليتقدم مع هذه اللحظات ياخذ المركز الرابع. المركز الخامس نتابع مع هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، ايضا ياتي الوصول من الشخصي علي بن عجيان بن مبارك الغفراني المري من يقدم ايضا تحديات هذا الشعار. بن مقدور ياتي ليتقدم مع هذه الانطلاقه مع منافسات وتحديات هذا الشوط من خلال تقدم الشخصي. هذه النتيجة، هذه الأسماء الخمسة المتقدمة المنطلقة، ما شاء الله تحديات وإثارة، منافسة تبادل للمراكز في تحديات هذه الأمتار، أمتار 8 كيلومتر التي تحمل منافسات الثنايا في هذا الصباح ضمن السباق المحل السابع. منافسة ولا أجمل، تحديات رائعة.
هنا نتابعها مع شعارات أبناء القبائل في هذا الصباح، ولكن هنا أيضا الأسماء التي تراقب وتتحدى بتحديات هذا المسار الجميل مقتربة مع هذه اللحظات المميزة. ما شاء الله مشهد جميل يحمل لنا تحديات ومنافسات هذا الشوط، ولكن الصدارة المركز الأول والبداية الأولى. شعار بن شابل بدأ يستلم القيادة من خلال تقدم مشغل على الصدارة على المركز الأول. راشد بن ناصر بن شابل المري يقدم لنا مشغل على البداية، يقدم لنا مشغل على الصدارة مع لوحة الأربع كيلومترات الأولى التي انقضت من عمر هذا الشوط. لنتابع معكم مع هذه اللحظات، هنا منافسات تبدأ مع الأربع كيلومتر المتبقية من عمر هذا الشوط، بينما في المركز الثاني هناك معوض يتواجد بطموحات وأمال ابناء السلطنة من خلال تقدم معوض. صالح بن زويد بن برغش الجحافي من يقدم لنا انطلاقة معوض على المركز الثاني مع انطلاقة ومنافسات هذا الشوط. المركز الثالث هنا التواجد من الصنع عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني من يقدم الصنع على المركز الثالث. وفي رابع المراكز نتابع من عمق الميدان من الأسماء القادمة مع هذه اللحظات الرائعة. نشاهد أيضا اسم بدأ يقترب، هذا هو موفق لناصر بن حمد بن حسين الجرحب، بدأ يقدم لنا الشعارة من خلال تقدم موفق على المركز الرابع. بدأ يتقدم المركز الخامس، يصل الوسمي أيضا مع أول نداء يتقدم مع المركز الخامس. راشد بن مبارك بن جفال النعيمي ليأتي هنا مع شعاره محتلا لخامس المراكز، ولكن شوف أيضا الوصول، وصل النداوي قادم بشعار الدعية ليأتي هنا بهذا الأداء الجميل. راشد بن محمد بن حمد الدعية بدأ يقدم لنا شعاره مع منافساته وتحديات هذا الشوط. وصلت الأسماء اقتربت مع هذه اللحظات المميزة. ما شاء الله إلى أين ناموس هذا الشوط. نتابع هذا المشهد الرائع بتحديات الصدارة، بتحديات المقدمة. ما شاء الله وتبارك الرحمن، منافسة رائعة نتابعها مع هذه اللحظات المميزة. هنا ثنائية وثنائية وثنائية تسير بتحديات القمة بمشهد رائع، بتحدي جميل، بإثارة ولا أجمل مع هذه المنافسات الصباحية وسن الثنايا. الله الله الله، على بوابة الختاميات نسير مع هذه التحديات الرائعة في عالم الأصايل ومنافسات هذه الرياضة العربية الأصيلة. عودة إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول، إلى تحديات البداية وخط الصدارة الذي يحمل لنا هذا التواجد الرائع من شعار بن شابل مع تحديات المقدمة. شعار نهب والعديد من الأسماء يقدم لنا انطلاقة مشغل في هذا الشوط. راشد بن ناصر بن شابل المري من يقدم مشغل على الصدارة، يقدم مشغل على المركز الأول. المركز الثاني مع ثاني المراكز متابعين الكرام. نتابع أيضا التواجد هناك من معوض على المركز الثاني، ليأتي هنا متقدم شعار صالح بن زويد الجحافي، يأتي هناك مع المركز الثاني مع انطلاقة معوض. وفي ثالث المراكز يا سلام، الله الله الله، اللي بدأ يتحرك هذا مياس الهاجم في هذه اللحظات، فهد بن عبد الهادي بن ذرو البريدي. الله الله الله، وصول وانطلاق تحديات بدأت مع هذه اللحظات، ولكن هنا الصنع بشعار الجنرال يتواجد ينطلق في هذا الأداء الجميل بشعار عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني. ولكن شوف الوصول من الجانب اليمين، وصلكم جميل بشعار صايد الرموز، بدأ يقدم لنا جميل في هذا الشوط. منصور بن محمد آل سيف الخيارين القادم بتحدياته وإنجازاته، يقدم لنا جميل في هذا الشوط الجميل بالفعل مع هذه الأسماء القادمة بالتحديات الكبيرة. هذه النتيجة، هذه الأسماء التي تأتي مع المشهد الأول مع منافسات هذا الشوط. هنا نتابع السرعة بدأت تزيد، سرعة الشوط بدأت في الازدياد، أيضا الأسماء بدأت تقترب مع هذه اللحظات الرائعة. ما شاء الله وتبارك الرحمن، وإلى الموقع نشارف على لوحة الألف والخمسمائة
500 متر التي تبقت عن خط النهاية في هذه الانطلاقة وفي منافسات الشوط. ولكن الصدارة هنا مياس، مياس يا مياس على الصدارة بشعار البريدي، يستلم القيادة، يتقدم، ينطلق بالمركز الأول فهد بن عبد الهادي بن ذروة البريدي. دير بالك الأسماء قادمة، جميل هناك من الجانب اليمين يسير بتحديات هذا الشعار، منصور بن محمد آل سيف الخيارين من يقدم لنا جميل ما شاء الله. وهنا الصنع القادم الهاجم المتحرك في هذه اللحظات ايضا ياتي بشعار عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني. الله الله الله، شعار بن شابل على المركز الثالث مع مشغل راشد بن ناصر بن شابل المري، ولكن تحرك بياس ايضا ليتقدم بشعار البريدي. المركز الخامس هنا التواجد من معوض صالح بن زويد الجحافي، ولكن شوف الاسم القادم، القادم مع هذه اللحظات الرائعه في اول ندى، ياتي التواجد هناك من شداد القادم لسالم بن حفيظ النابت المري من يقدم لنا شعاره مع هذه اللحظات الرائعة في الحزام الأخضر. الله 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 الله، الصدارة هناك الصنع، ولكن جميل جميل والصنع بين الجنرال، بين صايد الرموز، المنافسات، التحديات مع هذه اللحظات الرائعة. شداد قادم بتحدياته، أيضا يأتي بشعار سالم بن حفيظ بن سالم النابت المري مع ثالث المراكز، ولكن الصنع يطير بناموس الشوط. الله 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 الله، اللحظات المثيرة، اللحظات المثيرة. سلام يا الصنع سلام، هنا الجنرال يقدم تحدياته، يقدم الصنع في هذا الأداء، في هذا الانطلاق على المركز الأول مع اللحظات المثيرة، مع اللحظات الأخيرة، أداء جميل، انطلاق ونهاية ذهبية بالفعل هنا مع الصنع ليتقدم على المركز الأول. الجنرال يطير بناموس الشوط في اللحظات المثيرة. الصنع الصنع الصنع، عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني، اسم كبير وعملاق وفي رصيده رمز. الله سلام يا الصنع سلام، مشكور يا مخرجنا ايضا على هذه المعلومات. هنا على المركز الثاني كان الوصول من شداد لسالم بن حفيظ بن سالم النابت المري، وثالث المراكز المركز الثالث وصل موفق ناصر بن حمد بن حسين الجرحب المري، وفي رابع المراكز كان الوصول من جميل منصور بن محمد آل سيف الخيارين. المركز الخامس الوسمي لراشد بن مبارك بن جفال النعيمي. هذه النتيجة مشاهدين الكرام، والعودة إلى الصنع وتوقيته، لحظة الوصول إلى خط نهاية قاطع مسافة 8 كيلومتر في 13 دقيقة و15 ثانية 73 جزء من الثانية. تهانينا لعبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني على فوز الصنع بالمركز الأول اللي يسجل الإنجازات تلو الأخرى في رصيده في هذا الصباح. أيضا المركز الثاني كان الوصول مشاهد الأعزاء من شداد ب 13 دقيقة و19 ثانية 95 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسالم بن حفيظ النابت المري على فوز شداد بالمركز الثاني. وثالث المراكز كان الوصول من موفق في 13 دقيقة و21 ثانية 39 جزء من الثانية. تهانينا لناصر بن حمد بن حسين الجرحب المري.